عطوة وصل. زمنك انتهى يا ميمون. لما زمني ينتهي يا عطوة يبتدي زمن الهلفيت اللي زيك. يا رجالة انت حواليك 50 دراع يا معلم. عارف يا عباس 50 دراع ومية وألف، لكن كلهم بره جسمي. دراعك يا عباس لازم بقى جوه لحمك. خد مطرح يا عباس. مفيش فتوة بدراع واحد. بس طارق عند عطوة أمانة في رقبتك زي الرجالة والحارة.
حكمة ربنا يدي الحلق للي بلا ودان. بتحب في ايه؟ مش عارف. وانتوا مالكم؟ يمكن بتحب الهباب اللي لازق فيه، له في ذلك حكم. يروح للواد بيوم زميله يديله تلميحة بالعزيم، يمكن يقدر. ايه يا انت مش عارفينك ولا ايه؟ ما تخور اقعد عشان هو افرج عليك الحارة على الصبح. بيومي خد عني يا بيومي. الشغل ده ما ينفعنيش يا محروس. حصل ايه بس يا معلم؟ من طلعت النهار وانت بره ورجع لي قبل الظهر بنص ساعة. مش كنت سارح بلم الشغل يا معلم؟ بتلم الشغل ولا بتحب؟ يعني ما بتردش عليا يا ما خلاص بقى يا معلم، دي سوقي، ما هو جايب الشغل هو اخر حلاوة. فرحتي. ونحاش مين ده يا ست انشراح الداية أم حميدة؟ نهارك أسود البعيد. حتى النحاس بتاع بسلامتها، النحاس ده مش هيخش دكاني أبدا. ليه بقى يا معلم؟ الست دافعة الفلوس وزيادة. قول كده، فاكرك هتقول اخصم من أجرتي. هات جنيه أهو. شوف شغلك. أوعى دقنا هنا وفلاح. اوعى تكون فاكر انها بتحبك بصحيح يا واد. دي بتضحك عليك عشان تلقى في القرشين اللي بتكسبهم اول باول. ثم هتحب فيك ايه؟ ايش تروح انت يا صعلوك بين الملوك؟ كفايه يا معلم. رايك انت بتبوظ فيا؟ ما خلاص يا معلم، ده معاك كلام دمه شويه. صلى على النبي محروس. خلاص يا معلم، انا بطلت وعاوز حسابي. عاوز ايه يا اخويا؟ عاوز حسابي. اشمعنى دي اللي مش عاوز تسمعها؟ تسوقي دي شوقي. انا معلمك يا خلاص قرفت منك ومن الشغلانه ومن الحته كلها. بيومي، نحاس الست ام حميده تبيضوا اخر حلاوه، وش واتنين وتلاته لحد ما المعلم يشوف وشه العكر فيه، وابقى خد لي حسابي من دسوقي وحصلني على قهوه. حميده بساري يا بنت انشراح الدايه لحست عقل الواد. امسك تسوقي يا خادم سليمان. اللي تلبسه تلاقي قدامك كوم عرسان. وعندي عقد، عقد اللي تشتريه مني على طول حبابها يظهر ويبان. وغير كده لا يصدي ولا يتعبوا. وعارفه بكام؟ بثلاثه ساغ بس، بثلاثه تعريفه. طب 20 ساغ عشان انا ما احبش الخساره. ثلاثه تعريفه يا اختي، ما فيش غيرهم. خد اهو. يلا والله بيع خسرانه بس عشان خاطرك. بيومي، الدكانه دي مش هرجعها تاني، والشغلانه دي خلاص ما بقتش بتاعتي. هو انت ليك شغلانه تانيه غيرها محروس؟ ماليش، بس مش عاوزها. انا هشوف نفسي في شغلانه تانيه. وهو فين الشغل يا محروس؟ الشغل كتير، وهلاقي الشغلانه اللي على مزاجي. شغلانه نظيفه ومستريحه وفلوسها كتير، تعمل لصاحبها قيمه ومركز. كفايه النار اللي كلت صوابعي، والرمل اللي هرى رجليا، وهباب الحلل اللي عمى عينيا. حلاوه يا ايوه. لا 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 لا. اديله ميه. اصحى انت يا حميمه هو. يلا المعلم معباس وصل وما بيحبش يشوف الحركات الوحشه دي. يلا بعدين استر. تشكر يا بيه. السلام عليكم. يا الله العظيم. يا الله العظيم. يا معلم. يا معلم. نعم يا معلم. عارف يا سخاني ما دفعش اهداوة الشهر ده. تفاهم معاه. أمرك يا معلم. الماس محروس. ايه اللي جاب؟
أنا سبت الشغل يا حميدة. لازم اتخانقت مع المعلم دسوقي. من غير ما اتخانق معاه الشغلانة ما بقتش عجباني. بس أمي هتزعل قوي لما تعرف إنك سبت الشغل. ومين قالك إن هفضل خالي شغل؟ يعني هتشتغل إيه؟ عرباجي ولا قهواجي ولا فران؟ ولا شغلانة من دول هشتغلها. وجدتك إيه؟ ناقص تقولي إنك هتشتغل بشكاتة في الحكومة. يا حميد أنا هشتغل الشغلانة اللي تخلينا لايقين على بعض. الناس كلها مستخسرينك فيا. ولازم أوريهم إن أستحق حميدة. جوهرة ضاعنا يا معلم. حطها وروح. مدبولي. أقول لك عينك بالعظمة دي؟ عاوز تكسر لي أسناني عشان أشرب حليب وترتاح مني؟ ما خدتش بالي يا معلم. خد. نقي اللحمة الطرية وهاتها. السلام عليكم يا معلم. انت مين؟ انا محروس ابن حبيبك المرحوم علي الون. علي الون يبقى ابوك الله يرحمه. اي نعم ابوك كان حبيبي، بس انت شكلك كده سد نفس عن الاكل. انت مش عارف المزبله ولا المرحوم قبل ما يموت قال لي لو اتزنقت او حصل لك مكروه روح للمعلم ميمون ومالكش دعوة. اقعد. انت كلت؟ حتى لو كنت كلت، حتى كلتين، احنا بندفع حاجة. مدبولي، هات أكل وتوصى بيه. أمرك يا معلم، مش كفاية بياكل بلاش، وكمان بيعزم لي ضيوف، ده خرب بيت مستعجل بقى. أنت بتقول حاجة؟ أبدا يا معلم، ده أنا عاوز أسأله أجيب له جوهرة ضاني ولا لسان ولا لغلوب. لا كفاية. اسكت أنت. هات له تشكيلة. تشكيلة؟ حاضر يا معلم. بعد الغداء نشرب قرعتين بوزة ونتكلم على رواقة. معلم ميمون، أنا خالي شغل. قبل ما تكون خالي الشغل كنت بتشتغل ايه؟ ما بايا ابن حاس مشغلك عند تسوقي. ما انا كنت شغال عند تسوقي. نرجعك تاني؟ لا يا معلم، انا مش عايز الشغلانه دي خالص. انا نفسي في شغلانه تانيه. ومال انت غالي عليا، والمرحوم ابوك كان اكتر من اخويا. انت عاوز تشتغل ايه؟ عاوز ابقى من رجاله المعلم عباس ايله. صعب. صعب ليه يا معلم؟ الناس كلها عارفه ان المعلم عباس صبي من صبيانك، وعارفين انه سابع على كل الناس، لكن قدامك ارنب وكلمتك عليه ماشيه، لان انت اللي عملته فتوى ومعلم. عباس انا اللي مربيه، ده انا في مام ابوه. وانا عاوز ايه اكتر من كده؟ المعلم عباس يحب النظافه، وانت يعني عدم المؤاخذة يا معلم ميمون، عدم المؤاخذة. أصل أنا لسه سايب دكان المعلم دسوقي النهاردة، يعني جاي لك بهباب الحلل. بس أنا عجبك قوي، ساعة زمن واحدة وارجع لك برنس. ده بقى بفوت عليها وقت تاني، وربنا يعمل ما في الخير. ربنا يخليك. يلا روح روح. أنا عباس إيلال، غلطة عمري يوم ما خليته يقعد مطرحي. الله يرحم الفتوانة من بعدك يا ميمون. ازيك يا حميدة؟ ازيك يا واد يا بيوم؟ الله، ايه ازيك يا واد يا بنتي؟ نزلي عنه، هتسيبي الجدع النحاس على نفوخه كده. يوه، امال انا بعمل ايه؟ امال فين محروس الوين؟ لا ما محروس خلاص ساب الشغل. ما انا عارفه انه مش نافع. حسابك كام؟ لا، محروس خلاص دفع الحساب. لا والله الواد فنجاري قوي. ما انا قلت انه مش فالح. محروس هيشتغل شغلانه تانيه. ايه بقى يا ابني؟ بقول لك ايه يا بنيوم،
ابقى تعالى يا حبه عيني، والنبي انت عزيز عليا زي المرحوم ابني بالظبط، وانا قلت لك من الاول خالص ان الواد محروس ده ما فيش منه رجع. انما اسمتنا بقى هنعمل ايه؟ تنايبه الواد محروس الوني ده؟ خد يا بقى هيص حته سجاره. يا محروس انت نويت تشتغل شيخ ولا ايه؟ تلاقي انشراح الدايه اشترت له كسوه، ولا يمكن هتخطفه من بنتها. طلباتك اي خدمه؟ شاي وبوري. مين؟ محروس الوين؟ ايه دي يا ولد؟ ايه النظافه دي؟ ده انت بقيت ابن زواد خالص. شاي وبوري ومش عاوز كتر كلام. هادر انا مالي. بيومي 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 محروس، ايه الابهه دي كلها؟ يا خبر زي بعضه، انا ما عرفتكش. انا هبقى كده على طول. اشتغلت ايه؟ لسه هشتغل. يعني لسه خالي الشغل؟ على العموم انا كلمت لك دسوقي، قلت له سامحه يا دسوقي، راح مسامحك، يعني تقدر تيجي الدكان بكره ولا كأن حاجه حصلت. انت عبيط يا بيومي، حد يرجع للهباب برجليه؟ ها جبت الفلوس؟ اتفضل. هات شاي لبيومي. حاضر. اوعى تكون مديت ايدك على حاجه حد محروس. فاشر، دي فلوسي، تحويشه العمر يا بيومي. خير اللهم اجعله خير. يا اختي طولي بالك، مالك مسروعه كده ليه؟ نعم الحقيني يا ست ام حميده، وهيبه مرات عطيه الجزار جالها الطلق. ربنا ينتحها بالسلام. حميده خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. ضحكتني. ايه اللي انت عامله في روحك ده؟ لا انا هبقى كده على طول يا حماتي. يا مصطي يلا يا ست محميده. طيب يا اختي مالك؟ اتفضل انا جاي على طول. يما ارد الباب ولا انا اديله؟ انا اديله. يا ساتر مين اللي بره؟ معقول عمايلك دي يما؟ انتي بتغني حلوة قوي يا حميدة. طب دور وشك اليمة التانية يا محروس. أنا نظري على قد يا حميدة. إن شاء الله تكون أعمى، برضه دور وشك. كنت محوشه. بعزقت فلوسك يا محروس؟ مش كفايه الشغل سبته؟ كمان تبعزق القرشين اللي حيلتك؟ ما تخافيش، بكره الفلوس هتبقى في ايدي زي الرز. منين يا حسره؟ مش شغلانة الجديدة. وهي فين؟ مش هقولك عليها. ان ما كنتش تقولي، هتقولي مين؟ ما انا ما كنتش هقول لحد، بس بكره الحاره كلها هتعرف وكل الناس هتتكلم. حميدة، حميدة محروس الون لازم يشرفك. ابعد ايدك عني. حميدة
عاوزك تطمني على الاخر، تطمني على الاخر. ده انا بغير كاري عشانك. انا عارفه يا محروس بس قلقان. لا ما تقلقيش، استني عليا لغايه بكره وكل الاخبار هتوصلك. على العموم بكره مش باين. هي امك راحت فين؟ لازم راحت مشوار من مشاورها، بتولد حد. يبقى لسه قدامها كتير. حميده اقعد يا محروس. عيب جايزوني الصب على غفله. لا الوليه لسه قدامها كتير على ما تولد. محروس عيون محروس. يا معلم بسم الله ما شاء الله. النظافة مفيش أسهل منها يا معلم ميمون. النظافة مش كل حاجة، في اللي أهم منها ألف مرة. أنا مستعد لكل حاجة يا معلم. الشجاعة قبل النظافة. لا بقى دي موجودة، هي دي كمان هنشتريها زي الهدوم يا معلم. شجاعة، ده انا مليان شجاعة. واهم من الشجاعة القلب الميت. يعني ايه القلب الميت يا معلم؟ دي بقى يقول لك عليها هو اذا قبلك من رجالته. بكرة الصبح تفوت عليا نطب عليه في القهوة وهو بيعمل الاستباحة. بس يا معلم عاوز ايه بقى؟ عاوزك تنور لي سكتي. انت عارف انها مقابلة مهمة وانا عايز ابقى في التمام قدام المعلم عباس. لو عباس ايه؟ لا مد ايده عليك تبوسها وتقول له خدامك. لو حد تاني مد ايده عليك تقطعها. اهلا يا معلم ميمون. سيد الحارة قاعد جوه. خليك قاعد هنا على ما تفهم معاه. حاضر يا معلم. الواد كويس وابوك الراجل عترة، ما انت عارفه وانت محتاج لرجاله. معلم ميمون انت عارف كلمتك سيف ماضي على رقبتي. بس ايه؟ الواد طاري على ضمانتي. اجربه عين العقل. ولا محروس؟ محروس في خدمتك يا معلم. قد شغلنا يا واد. وغوي كمان يا معلم. لا يا معلم الواد ده صابي مبيض نحاس. عارفه يا معلم. وعاوز يشتغل معانا. لما عشاش بواري يا دي واحد منكم. الراجل الشديد لكن في حاجات تانية. أنا تحت أمرك يا معلم.
هجربك الاول، اذا فلحت بقيت من رجالتي، واذا ما فلحتش. عارف يا معلم، عارف، هبقى مسخه ومسخره في الحاره كلها. يا ريت على قد كده وبس. على العموم رقبتي فداك، اللي تؤمر بيه لازم يتنفذ. هتقتل؟ انا جاهز من دلوقتي، بس قول لي اقتل مين، وخبر يكون عندك بعد نص ساعه. حميده بسارية بنت انشراح الدايق. قلت مين يا معلم؟ قلت حميده بنت انشراح الدايق. عارفها ولا مش عارفها؟ عارفها. طب واقف مستني ايه؟ تقتلها وتيجي تلاقي نفسك واحد من رجالتي. غور بقى، انا عاوز المعلم ميمون في كلام تاني. مالك يا محروس؟ لا يا ابني، اصل شربت معسل كتير. مالك بتبص لي كده ليه؟ اصلي سرحت شويه. في ايه؟ الظاهر انا وانت هنبقى حكايه يا حميده، بس الله اعلم هتنتهي ازاي. مع السلامه يا معلم. السلامه يا معلم. السلامه يا معلم. الف سلامه. معلم عباس. معلم عباس. ايه الحته طلعت؟ برافو عليك، اهو كده الرجاله. لا انا لسه ما قتلتهاش يا معلم. امال عاوز ايه؟ قلت لك مش عاوز اشوف خليتك العكره الا بعد تنفيذ الامر. يا معلم بقول عيب لما اقتل حرمه، انا بقول ابتدي بحاجه كبيره تملى العين. اقتل في توت العطوف ولا في توت باب الخلق ولا في توت قبل حميده بنت شراح الدايق؟ معروف. كلام وغوايش يا ود حرم على المار. الحلو يشتري من الحلو. يا عمدة يا عمدة. يا عمدة على فين يا عمدة؟ تعال خد من عندي. أصحاب الدكاكين غشاشين، إذا كان عندك بنات وعلى وشي جواز تعال خد من عندي. وبكام العقد ده؟ علشانك من غير فلوس. مليح قوي. معلم ميمون انا مكسوف منك قوي. انا عارف انك عايش، مش شرط الراجل يخلف راجل. ابوك خلف مره بشنب. انا راجل ونص، انا 10 رجاله في بعض، بس ما اقدرش اقتل حميده. يعني ما لقاش غير دي
ما الحرم مليان نسوان ورجاله يستاهلوا الذبح في عز الظهر. اشمعنى حميده؟ اكل البيت دي سهل. طول النهار سرح في الشوارع. تقدر تاكلها سكينه ولا من شاف ولا من دري. يا معلم ميمون. يا معلم ميمون بصريح العباره كده. انا عاوز اتجوزها. اقتلها وما تصغرش نفسك قدام عباس. وبعد كده تقدر تتجوز اي واحده. ما الحرم مليان نسوان. صعب يا معلم. اقتلها. وبعد كده السكك كلها هتبقى مفتوحه قدامك. مش بعيد تبقى معلم كبير. مش ممكن يا معلم. انت فاهم الحكايه لعبه عسكر وحراميه؟ دي عصابه يابا، محوطها الموت، واللي عاوز يشتغل فيها لا يعرف لا حب ولا رحمه. انا بقى بحب. تبقى ما تنفعش. وكمان بصريح العباره احب اقول لك ان انا ما حبيتش ابقى فتوه الا عشان خاطر حميده. اسخم واهدل سبيله. يبقى خلاص. ما حصلش نصيب. يبقى خلاص. هو ايه اللي خلاص؟ ايه؟ يعني تبلغ المعلم عباس اني صرفت نظر عن حكايه الفتوانه. خلاص مفيش نصيب. خلاص ما تنفعش. اوامر المعلم عباس لازم تتنفذ. يعني ايه؟ يعني لازم تدفع ثمن غلطتك. ايه؟ ديتها على؟ لا. المعلم عباس ناوي لك على نيه تانيه خالص. ناوي يقلعك ملط ويحلق راسك زلبطه ويدهن جسمك بويه ويزفك في الحار ويسترك بملايه لف وبرقه ويزفك تاني. طب كلمه انت. انت معلمه كبير. ما اقدرش. والعمل؟ انت عاوز تسمع رايي ونصيحتي؟ ايوه. انت مالكش وعد في الحاره طول ما المعلم عباس عايش فيها. الحاره عاوزه رجاله. واللي ما يقدرش ينفذ طلبات الحاره ما يقعدش في الحاره. ما هي مستورة هي أمها والحمد لله. ساتر يا رب. ما نفكها على نفسنا شوية. يا بنتي يا هبلة، ده أنا شايلهم لوقت زنقة. مين؟ أنا محروس يا أم حميدة. ساتر يا رب، وده جاي ليه؟ أنا داخلة جوه شوفي عايز إيه. إيه؟ في إيه يا محروس؟ إدخل. معلش أصل مستعجل شوية. مال؟ مفيش. أنا كنت قلت لك على الشغلانة الجديدة. آه، استلمتها؟ هستلمها بكرة إن شاء الله. ألف مبروك يا محروس. بس في حاجة ما حبيتش أقول لك عليها. في إيه خير؟ الشغلانة الجديدة محترمة ومكسبها حلو وعليها القيمة. بس فيها سفر. هتسافر يا محروس؟ عشانك يا حميدة. إن شاء الله. إن شاء الله هرجع من السفرية دي غني ومبسوط ومعايا فلوس. وهكون من الأكابر. هتسافر فين؟ بلد كده نسيت اسمها. آه في الصعيد. مع إن اسمها كان على طرف لساني. واحد غريب كتير. كتير ايه بس يا حميده؟ وانا قادر على ابعادك. ايه؟ مالك يا موكوس؟ مفيش حميده. الكلام اللي قلته لك سر، مش عاوز حد يعرفه. تصبح على خير يا حماتي. محروس هيغرب يا ام. هيغرب؟ قد ايه يعني؟ الله اعلم. عشان تبقي تسمعي كلامي. اكابر الحاره واعيانها دايخين عليك السبع دخان. ايه اللي عاجبك في الموكوس ده؟
شبابه ياما، اعيان الحارة عواجيز، عاوزين حد يطرقع لهم صوابعهم بالليل. يوجدك قداش. ماشي من الحارة. ليه؟ من غير ليه؟ ومش عاوزك تسألني. إذا ما كنتش أنا اللي أسألك يا محروس، مين اللي هيسألك؟ ده احنا أكتر من الإخوات. عارف يا بيومي، عارف. بس خلاص، أنا ما بقتليش عيشة في الحارة دي. ليه يا محروس؟ عباس قيلة. عملتله إيه؟ معرفش، لكن هو طلب مني اسيب الحته. وهتروح فين؟ مش عارف، لكن لازم ابعد بعيد. انا هعدي البر التاني يا بيومي. واعرف طريقك ازاي يا محروس؟ لما رجلي تثبت في حته هبقى ابعت لك جواب. الشده وتزول يا محروس. خد دول. سيدك حميدة يا بيومي، خليك بدل مني لحد ما ربنا يفك الكرب اللي أنا فيه. يسيب الحارة برضه من غير ما يسلم على المعلم عباس. لا اصل انا مستعجل شويه. طب تعالى معانا بقى عشان تسلم عليه. نكسر اوامر المعلم عباس. اوامري فوق اوامر المعلم عباس. ده كان زمان. زمان ودلوقتي يا راجل حرام. انفد بجلدك قبل ما رجالة عباس يتموا عليك زي الكلاب السهرانة. يلا روح. انت
انت نسيت نفسك يا ميمون؟ من النهارده مش عاوز اشوفك في الحاره، عندك البيت والبوظه وبس. اللي يقدر عليا يا عباس يبقى يجيني البوظه. اشمعنى البوظه اللي اخترتها عشان اتحبس فيها؟ يا خساره. صحيح زمن الهلافيت ابتدى. ذهب ياقوت الماس معايا مجوهرات حلقان وغوايل. حميده بيومي ازيك يا بيومي؟ دورت عليك كتير. ايه خير؟ محروس غايب شويه لكن لازم تعتبريه موجود. هو راح فين؟ الرزق يحب الخفيه، وانت عارف ان محروس زي اخويا واكتر شويه، فعايزك تعتبريني زيه تمام. كتر خيرك يا بيومي. يعني انت عارف سكته؟ لسه، لكن هعرف. شغلك هيكون هنا. هنا؟ ايوه هنا. هلف مع الحصينه دي؟ لا، انت اللي هتلف في الحصينه، شغلانه سهله. ولا تحب تنقل طامي من على المركب؟ لا، الحصينه كويسه قوي، انا اصلي كمان بحبها. يا بنت الايام بتجري، حرام تضيع عمرك دايره في الشوارع كده. كريم، هو انا هخطف يا عريس؟ قديم مستنيه محروس. محروس ابقى قابليني يا حميده، اسمعي كلام امك. البنت زي الفاكهه، ملهاش سوق الا اذا كانت مرعرعه كده وصبحه. يوه اسمتي كده؟ طب بلاش من الاعياد، ايه رايك في الواد بيومي؟ يوه يما، انت عاوزاني ادلل على نفسي؟ يا بنت خايفه عليكي، كل البنات اللي حواليكي ربنا رضي عنهم، وانت حالك مايل ليه؟ انت عارفه. عارفه؟ عارفه ايه؟ ايدك ماسكه الراجل اللي ما يقدرش يلمك ويكفيكي يغور عن وشك. ولا لا انا هصرف عليكي وعليه كمان، ادي اللي كانت ناقصه. اتجوزتها تتاخر، راحت وجابت لي راخر. الله، انا خارجه. بالسلامه. تشرب دخان؟ الست نشرح؟ لا دي سيجاره كده تفريح، ادعي لي زبون تحيه. افتكرتك ابتديت تضيع فلوسك على الدخان. قول لي وين؟ انت عملت ايه للبنت؟ بنت مين يا ست نشرح؟ بنتي حميده. ولا اتكلت مع للبنت حلاوه يا ولد؟ ابقى تعال. الشيشة تسوقي. أنا عاوز أعرف الفلوس اللي عندك هتعملي بيها إيه؟ فيها حاجة لو افتكرتني بشوية منهم؟ الفلوس دي أفتكر نفسي بيها يا حلت أمك. تفتكري بيها إيه؟ نفسك؟ نفسي؟ حرام يعني لما أعتر على راجل يستر عليا وأنا في السن ده. وانا يا اما انت عندك شبابك يرحمك، لكن انا عندي هبه الرجاله تبص لي. بس الفلوس اللي عندك فيها من تعبي وشقايا. تعبك وشقاكي هتاخديهم على داير مليم، هما 7 جنيه ما فيش غيرهم. كم؟ 7 جنيه ونص لاجل الحلفان. ال 7 جنيه قفلي على الموضوع ده واجري شوفي مين. اتحرك يا بنت. ال 7 جنيه تعبي وشقايا تشوف بيهم نفسها. ست انشراح موجودة؟ أصلها قالت لي بقى فوت. تعال
اتفضل يا بيوم، ده البيت بيتك. الشاي يا بنتي حميده. يا ساتر. اهلا 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 اهلا، بيتك ومطرحك. ربنا يجعله عامر. قولي اخبار المنايل على عينه ايه؟ مين المنايل على عينه؟ المنايل على عينه محروس الون. ما هو لسه ما فيش اخبار عنه، انما اكيد مؤكد هتوصلني اخبار منه. انا بقى عندي اخبار عنه بسلامته، وبقى هرب من الحاره ولا يمكن هيرجع لها تاني. اصل بقى المعلم عباس طارده، قال انه اتجرأ وقعد قدامه على القهوه وهو حاطط رجله على رجله. ما تصدقيش كلام الناس يا ست انشراع. كل اللي اعرفه ان محروس لقى شغلانه تانية. لا يا شيخ، الشاي. ايه يا بنت ده بترزعي الشاي كده ليه؟ مالك؟ في ايه؟ ماليش، مفيش. اللي ماليش مفيش، الظاهر مش عايزه انا اقعد معاكم، انا داخله جوه. الله الله، وحيد الله يا استنشراح. جرى يا حميده مزعله امك ليه؟ استريح استنشراح. لا انا داخله المطبخ اعمل فنجان قهوه اروق دماغي. مالك يا حميده؟ عاد دورتك ليه؟ مبروك يا عريس الغفله، عرفت تنقي. انا عريس؟ مين اللي قال كده؟ طب وهتجوز مين؟ ايوه اعمل عبيط. اسمع يا بيومي، انا ما احبش الراجل اللي يضحك على عقل واحده ست. ابعد عن امي. امك يا خبر زي بعضه، وامك حد يرضى يتجوزها؟ ده انا متهيألي ملهاش غير عريس واحد يفرش لها شقه في الغفير. يا ساتر. بيومي تقدر تقول لي جيت هنا ليه؟ جيت على علشانك يا حميده. محروس صاحبك، لما يرجع اقول له ايه؟ صابت سوقي من بيض النحاس. ما اعرفكش. لكن انا اعرفك يا سيدي المعلمين كلها. كل زمن وليه سياد. عاوز ايه؟ عايز اسالك عن محروس الون. فين اراضيه؟ العلم عند الله. طب راجع امتى؟ الله اعلم. قدامه سنين طويله قوي، وجايز ما يرجعش. ما يرجعش خالص؟ معلم ميمون. ايوه. ايه رايك؟ مش الحي ابقى من الميت؟ والحاضر ابقى من الغايب. اذا كان في حاجه شركه وبينك وبين محروس، اتكل على الله يا ابني وخدها كلها. الغايب ملوش نايب. ريحت قلبي يا معلم ميمون. سوقي. يا صباح الفل. اهلا يا اهلا. عندك حد اسمه بيومي يا معلم؟ انا. ليه الجواب يا بيومي؟ استنى، في حاجه؟ فايدته ايه الجواب من غير ما تستقرهولي واعرف جاي من ايتها حته؟ الراسل محروس الوين. اخي العزيز بيومي،
لك مني ألف سلام وتحية، واعلم يا أخي بإني مشتاق إليك. بس أنا بقى هبقى أستقرأ لوحدي. السلام عليكم. اخدك بالحضن بس خايف اوسخك. ازيك يا بيومي؟ الشغلانه الاولانيه مش كانت احسن يا محروس؟ كله مكتوب يا بيومي. جيت اطلع فوق نزلت تحت، اهو الدنيا بتلعبني شويه. درويش، ايوه، تعال خد مطرحي شويه احسن، معايا ضيف. هتشطف واقعد معاك، وحشني يا بيومي. تعال. حميدة يا بيومي، أخبارها إيه؟ تمام، صحتها كويسة وعلى العال. والمعلم عباس؟ برضه تمام، صحته كويسة وعلى العال. يعني مش عيان ولا حاجة؟ عباس يعيا؟ ده المرض يخاف منه. معلش، ديته عركة وحد يدينا بوت على نافوخه. انت طيب قوي يا محروس. حد يقدر يهوب ناحيه المعلم عباس قيله؟ يعني هو كويس؟ اه. ابن حلال واصيل يا بيومي. يا بنت اسمعي نصيحتي، انا عارفه صنف الرجاله كويس، وعايزك تفهمي بيومي انك لا حبيتي محروس ولا عمرك هتحبيه. انتي ناسي يا بنت انه كانوا صحاب؟ ومين قالك ان بيومي مش عارف كل حاجه؟ امال اتدلق مره واحده كده ليه؟ ما انتوا وانتوا بتتكلموا كانت عيني منكم. الجدع مستوي على الاخر، الدور والباقي عليك انتي. ومحروس لما يرجع؟ مش هيرجع، وحتى لو رجع يا حبيبتي اسمعي كلام امك، الستات غير الرجاله. البنت من دول كل ما يزيد عمرها يوم بتطير من ايدها عريس، والرجاله يا حبيبتي يحبوا كل حاجه صغيره، اللحم البتلو، الفراخ الشمرت، حتى الفجل. الفجل يحبوه ورور. يا ورور انت يا ورور. مع السلامه يا بيومي، وكتر الف خيرك. جميلك ده هردهولك في يوم من الايام. انت اخويا يا محروس، وعيب لما تقول كده. خلي حميده جوه عينيك، ماليش حد اتمن عليها غيرك. حميده جوه عينيا يا محروس. واديك عرفت السكه، كل يوم والتاني هكون عندك. السلام عليكم. سلام. محروس كان طردني منهم، لكن انا ما قلتش اه. انت مش كنتوا مع بعض على طول يا حميده؟ وحتى لو كنت قلت اه، هو فين؟ موجود في الهدايه. انا عارف مطرحه وبقابله. وهيرجع امتى ان شاء الله؟ ده حاجه بقى في علم ربنا يا حميده. شوف يا بيومي، اذا كنت عارف مطرحه وبتقابله زي ما بتقول، لما تشوفه قول انسى حميده يا محروس. كلام ايه ده يا حميده؟ وانا هفضل مستنيه لحد امتى؟ كل يوم والتاني حد يكلم امي علي، اخرهم الواد حسونه ابن زينهم اللبان، بس مش عاجبني شكله بيسد النفس. طب وانت ايه اللي يجبرك على واحد شكله بيسد النفس؟ على العموم انا هتكلم مع محروس في الموضوع ده. بتبص كده ليه؟ ما فيش. علم علم. في ايه يا دبشة؟ عطوة في توة العطوف. ماله؟ في زفة فرح يوم الخميس الجاي، وناوي يعدم الحارة. دي مش زفة يا دبشة، ده هتكون جنازة. أنا من زمان نفسي فيه،
ده راجل ده كله متعبي هوا. يشرف يا دبشه يشرف. وانتوا جهزوا نفسكم عشان قوم الواجب معاهم مع رجالته. وانا يا معلم. وبالمره يا دبشه ناخد بطار ميمون عشان يحوش لسانه عنا. اعمل لك همه يا بيومي، لازم نخلص الشغل اللي في ايدينا النهارده عشان هنقفل الدكان يوم الخميس. ليه يا معلم؟ احنا مش بنقفل يوم الجمعه. انت نايم على ودانك يا واد ومش عارف ايه اللي بيحصل في الحاره. ايه اللي بيحصل؟ يوم الخميس الحاره هتبقى مدام حرب. مدام حرب؟ ليه يا معلم؟ فتوه القطوف حالف لا يعدي على راس زفه عروسه من حارتنا، وعباس ايلي حالف انه ما يعتبها. وخد عندك بقى هتبقى معركه، فاحنا ناخدها من قصيرها ونقفل الدكان اسلم. اللي تشوفه يا معلم. صباح الخير يا معلم. مين؟ حميده سنيوره الحاره. يا صباح الفل يا صباح الهنا. يعني كنا بنشوفك كتير ايام مصوف الرقبه محروسنا كان بيشتغل هنا. وهتشوفني تاني الايام دي يا معلم، ويمكن اكتر من الاول. بيومي عاوزاك. دقيقه واحده يا معلم. انا خلاص ما عدتش شايقة كلام امي. مش فاهم يا حميدة. يعني تيجي تكلم امي؟ ايوه بس انا لسه ما كلمتش محروس حميدة. توظف محروس؟ هذا عيش وملح يا حميدة. عيش وملح، عيش وحلاوة. محروس خلاص، انا مش عاوز اشوف وشه. مش حميدة بسارية اللي تتجوز واحد جبان هرب من الحارة. فوتك بعافية. لا ايه الحكاية هذه بيومي؟ البطة باين عليها بقت بتاعتك. لا امال انا مفيش ولا بطه بتغواني ليه؟ ما انا مبيض نحاس وقديم في الكار والمعلم بتاعه. حظوظ بقى. خير يا بيومي؟ جيت لي قبل ميعادك. ابدا. اصلك وحشتني. في ايه يا بيومي؟ حميده حصل لها حاجه؟ لا ابدا، عالي العال وبتسلم عليك. كل ما هنالك ان امها بتزن عليها عايزه اتجوزها، ولما قلت لحميده اني عارف طريقك قالت لي اساله. راجع امتى؟ طول ما عباس إلى عايش ما اقدرش ارجع. ده زي الطور مش باين له موت. قول لحميده شويه صبر، لسه بحوش في الفلوس. ما انت عارف الوليه انشراح الدايه. عارفها، بس عارف حميده بنتها اكتر. بيومي حميده بتحبني. كل رجالة الدنيا مفيش حد منهم يملى عينها غيري. قول لها اصبري يا حميدة. طيب، مع الرسول إلا البلاغ. والحارة أخبارها إيه؟ لغاية دلوقتي كويسة، بس الله أعلم يوم الخميس الجاي هيحصل فيها إيه؟ فتوة العطوف وتحدي المعلم عباس فتوة حارتنا، والمعلم دسوقي بيقول إن الحارة هتبقى ميدان حرب. الكلام ده الخميس اللي جاي على طول؟ أيوه. ربنا يستر على الحارة. استأذن انا بقى عشان يدوب. مش قادر اقول لك خليك معايا شوية، اصل دي اخر مركب هتعدي البر التاني الليلة. اجي اوصلك؟ لا، وعلى ايه تتعب نفسك؟ ما خلاص عرفت السكة والمراكبية عرفوني. افوتك بعافية. مش كنا اتفرجنا على العركة في الحارة؟ أحسن. هي العركة
هتكون احسن من اللي احنا فيه. ناقصين فينا حد ياخد خبط على نفوخه، خليهم ياكلوا بعض. بيومي عيون بيومي، احنا ان شاء الله بقى كده ومن غير مقاطع هنتجوز امتى؟ اذا كان عليا انا جاهز من دلوقتي، بس المشكل. هو في مشكل؟ ايوه، انت عارف ان انا مسرف شويه، ده انا حتى صارف عليك 3 تعريفه النهارده، ومحتاج كام شهر ادبر حالي. يعني مفلس؟ حاجه زي كده. الفلوس موجوده، خد. كل دي فلوس يا حميدة؟ جبتها منين الفلوس دي؟ فلوس الولية يا أمي، عاوزة تتجوز بيهم، أنا أولى، ثم ده تعب وشقاية. طب ولما تعرف؟ تعمل اللي تعمله، أنا لا خدت فلوس ولا شفت فلوس. شيلهم عندك، أنا سرقتهم بدري قبل ما تطلبني منها، علشان أبعد عنك التهم. يا سلام عليك يا حميدة، ده أنت هدية من عند ربنا، هتفسهم. حميدة. اللي يتكلم يتكلم بدراعه. Thank you.
حالياً. منك يا بيومي وانا اللي كنت فاكراك دهول. مش نقوم نروح بقى يا بيومي؟ مستعجلة على ايه؟ خايفة من امي. النهاردة مفيش حد هيسأل على حد، قولي لها معرفتش ادخل الحرم العركة. وكمان خبيث. يخرب عقلك. طيب يا حميدة، طيب يا بيومي، هتروحوا مني فين؟ الظاهر العركة كانت جامدة أوي أوي. يا ترى مين اللي كسب فيهم؟ دلوقتي نعرف. وادي طرزان. أيوة بيومي. مين اللي كسب؟ فتوة حارتنا ولا عطوة؟ عباس إيه تعيش أنت؟ اتقتل في العركة. مات؟ مات وشبع موت غار وريحنا من شره. في إيه يا بيومي؟ محروس الون راجع الحارة تاني يا حميدة. وفيها ايه؟ فيها كتير يا حميدة. ده محروس برضو. ثم ما تنسيش انه كان بيحبك قبل مني. وضروري ايه؟ انت خايف منها بيومي؟ مش خايف منه، انا خايف عليه. هو اللي حصل بينا شوية ده يهد جبل يا حميدة. وانا اللي كنت فاكراك بتحبيني. ما انا بحبك يا حميدة. وعاوز تسيبني؟ ما انت سبق وسبت محروس. انا معاك لغايه المأذون، بس لازم نفهم محروس الحكايه باللطافه. ده مهما كان صاحبي برضو يا حميده. يرجع الحار. كله لمصلحتك. مش فاهم يعني محروس وهو بعيد كان قدامك عريس واحد اللي هو بيومي، لما يرجع محروس هيبقى قدامك عريسين، اتجهز فيهم. هقول له الف مبروك يا جوز بنتي. جراي ياما، مش معقول كده. انا بني ادمه برضو، انت فاكراني ايه؟ جاريه تبيعيها للي يدفع اكتر؟ خلاص يا حبيبتي اللي تختاريه، بس مش يمكن فيهم واحد يتنازل للتاني؟ ما هم صحاب. انا مش فاهمه انت مستعجله على جوازي ليه؟ عشان اشوف حالي عن امك.
انت كده تقدر تفتح محل يا بيومي. اتاري محروس كلبت لها. كل شيء اسمه نصيب، وعلى رأي المثل تبقى بقك وتقسم لغيرك. ما قتلش عباس، لا قتل عباس واحد من الحارة. عباس اتضرب في ظهره جدعان، وعطوه ما كانش معاه سلاح. دلوقتي الواحد لو مات يموت مرتاح. عمر ما حد كسرني. سمعته صرخة عطوه وانا بدب صباعي في عينه؟ وشرف امي واحد قال لي انه سمعها في رمل الولاد. صباح الخير يا معلم دسوقي. اهلا يا حميده، ازيك وازي امك؟ يلزم اي خدمه؟ كتر خيرك يا معلم، انا عاوزه بيومي في كلمه. كلمه سي بيومي. ملكه حميده، حصل ايه؟ في ايه؟ انت لازم تيجي تكلم امي النهارده ودلوقتي من امكن. ايه مالك؟ بقول نستنى شويه لغايه ما نشوف. نشوف ايه؟ ملهاش لازمه العجله يا حميده، بكره الصبح هروح لمحروس اتكلم معاه. محروس؟ محروس ماله مالنا؟ اسمع يا بيومي، هيصير عباره كده، انا عاوز الفلوس يا اخويا احطها مطرحها لغايه ما تشوف كل حاجه حواليك كويس. حميده بقول لك ايه؟ روحي انت البيت دلوقتي وانا هاجي لكم بعد التشطيب. طيب يا بيومي. فلوس ايه اللي عايزاها منك البت دي؟ لا دول 15 قرش تمن حلق فالصو كنت خدته منها. فالصو؟ شيل يا محمود، انت كذاب؟ شيل انت الخال، مالك ومالهم؟ زي اللي بينك وبينهم طار قديم. مالك يا محروس؟ دماغي بتلف ومش قادر اصله بطولي. روح مدد شويه تحت اي شجر. مين يا اولاد؟ ده جناب البيه المأمور. شاي ولا قهوة يا جناب المأمور؟ حصل حاجة يا جناب المأمور؟ ميمون، فرشة البوظة أحسن لك من برش السجن. أنا راجل شريف، مالكش دعوة بالشرف. تغلطش المعلم ميمون. تبقى أنت الفتوة الجديد. هو يا ميمون؟ هو. النهارده مفيش فتوات. الحته يلزمها فتوه يحميها. يحميها ولا يسرقها يا ميمون؟ يحميها. يبقى انا فتوه الحته يا ميمون. انت حكومه وما تنفعش تبقى فتوه. الحكومه تنفع اي حاجه يا ميمون. النهارده الفتوه هيكون القانون، واللي مش عاجبه الفتوه الجديد يجي وريني نفسه. يلا. القانون بقى فتوى، ضاع زمن الرجاله يا جدعان.
اهلا يا بيومي. عندي اخبار حلوه عشانك يا محروس. طول عمرك جلاب الخير يا بيومي. هترجع الحاره تاني. المعلم عباس عفى عني؟ لا. لازم المعلم ميمون يتوسط لي عنده. اصل المعلم ميمون يحبني ويعزني. ميمون مين؟ عباس إيلة مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي يا بيومي؟ خد كازلك في ظهره في المعركة بتاعت امبارح. طب ساكت. الظالم حتما له يوم يا بيومي. أي نعم. ومسكوا اللي قتله؟ المأمور لا خل ولا بق. الكراكون مليان خلق. والأدهى من كده إنه هجم على الحارة النهاردة. والمأمور عاوز يهم الحارة. قالوا إنه بقى في توة الحارة. المأمور شخصيا؟ لا، واحد صاحبه اسمه القانون، بس أنا ما شفتوش معاه. أخبار حلوة حقيقي يا بيومي. تقدر ترجع النهاردة لو عايز. لا يا بيومي. مش عايز ترجع؟ هرجع، بس مش الأيام دي. طب وفيها إيه لما ترجع الأيام دي؟ فيها كتير يا بيومي. أهل الحارة مش هيسيبوني في حالي، هيعملوني سليوة وأنا مش حمل كده. عباس إيلة مات. أي نعم عباس إيلة مات، لكن الحكاوي عمرها ما بتموت. طب وحميدة اللي مستنياك؟ هي لسه مستنياني يا بيومي. أيوة محروس. بلغها تشوف مصلحتها. ايه اللي غيرك مرة واحدة كده يا محروس؟ الشمس. ايه؟ بقول الشمس من كتر ما بتضرب في راسي غيرت كل حاجة في نفوخي. حجاريس حجاريس حجاريس. حميدة، ابويا راح يصلي العصر يا حميدة. سي احمد. ازيك يا حميدة؟ تسلم يا سي احمد. انا عاوزه نص دسه حلقان ودسه غوايش نابليون واربع سلاسل مذهبين، بس بسرعه وحياتك. الله الله، مستعجله قوي كده ليه يا حميده؟ ما الصبر حلو وجميل. حميده حميده، انا نفسي اتكلم معاكي كلمتين كده على الوحدينا، على الانفراد يعني. طب اتكلم وانت بجيب الطلبات. ما ينفعش يا حميده. حميده انا نفسي ربنا يتوب عليكي من البهدله اللي انت فيها دي. مسير ويتوب. اظهر ان ربنا مش واخد باله مني. استغفر الله العظيم، ده ربنا واخد باله منك قوي يا حميده، وانا كمان واخد بالي منك يا حميده. حميده حميده، انا خلاص نويت اكلم ابويا في المساله. مساله ايه؟ مساله الجواز، جوازنا يا حميده. يا اخويا روح هات البضاعه. اما صحيح بالك رايق، هات البضاعه خليني الحق الف في السوق قبل ما يشطر. حميده. الله، هتجيب غواش الزفت والقطران ولا اقول الحاج لما يرجع من الصاله؟ مش هزار. الكلام الجد يتقال قدام الناس كلها يا ابن الحاج انيس. مش وابوك بيصلي يا جبان؟ جبان؟ برضه بحبك يا جميل. برضه بحبك يا طعم. حميد. بيومي خضتني يا جبان. خلاص خلاص يا حميده، محروس الوين صرف نظر على الموضوع وقالها بالفم المليان، قال لي خلي حميده تشوف حالها. يعني ايه؟ الحكايه مش محتاجه ايها سؤال، محروس الون مش راجع حته تاني. طيب بالليل ابقى تعالى اكلم امي. امك؟ ايه في ايه مال؟ مفيش. مفيش على امك الكلام ده؟
في ايه؟ اصل احمد ابن الحاج انيس الخردواتي مال خرف النهارده معايا يعني كده بكلمتين. خرف؟ خرف يعني ايه؟ قال لي ادبه عليكي؟ لا ابدا، ده حتى كان مؤدب. الله، يبقى الحكايه ما فيهاش تخريف ولا حاجه. انطقي، عايز اسمع كل كلمه قالها لك. يعني لمح على الجواز. الله اكبر، والله ابواب السماء اتفتحت لك يا حميده يا بنتي انشراح، وجالك الغنى والشباب في ساعه واحده، وربنا زح عنك الاتنين اياهم الملاحيس. مش مصدقه يا ماما. ليه؟ مش من طوبه. انا فين وهو فين؟ هو ربنا اداله المال وانت ربنا ادالك الخفه والجمال. طب وبيومي؟ بيومي جاي الليله. زحلقي ازاي بس ياما؟ اقول لك خلي الحكايه دي على امك. تشرب شاي يا بيومي؟ ما انا لسه شارب شاي يا ام حميد. احضر لك تاني. نتكلم بقى في الموضوع المهم. مهم؟ قصدك يعني موضوع الجواز؟ تمام يا ام حميد. وماله؟ بس انت اسم الله على مقامك جاهز؟ يعني ايه جاهز يا ام حميد؟ يعني معاك مهر وشبكه. دبرت مكان تتجوز فيه ولا ناوي تدخل على البت في دكان الدسوقي؟ الله، انت كلامك ناشف ليه يا ام حميد؟ ما تكلمي حميدة ساكتة ليه؟ أمي هي الخير والبركة. وهو حصل حاجة يا أم حميدة؟ ما حصلش يا بيومي، ده أنت في عينيا الاتنين. طب ده أنا سبق وقلت لك إنك في معزة المرحوم ابني. بس الأصول بقى ما تزعلش. شوفي مين يا بت. حاضر. أمك فين يا حميدة؟ موجود. الحقيقة يا أم حميدة عميني معروف، لحسن الولية على آخرها. ربنا يخلف عليك يا حموده، اسباني وانا جاي وراك على طول. الحقيني بالملايه يا حميد. حاضر ياما. بقول لك ايه، ناجل الكلام بقى في الموضوع ده لوقت تاني. اديك شايف يعني اللي تشوفيه يا ام حميد. الملايه ياما. مستعجل ليه يا بيومي؟ استنى عاوزاك. أنا ما أقدرش أخلف أمي يا بيومي، وأمي لسه ما قالتش لا. أمك بتعجزني يا حميدة، وده ما كانش اتفاقنا. أنا راجعت نفسي، لقيتني ما أقدرش أستغنى عن أمي. فيدي ما أقدرش أقول حاجة. بيومي، أنا عاوزة الفلوس اللي عندك يا بيومي. عايزاهم إمتى؟ يعني براحتك. من بكرة الفلوس تكون عندك.
وحشتيني يا حميدة. الحمد لله على السلامة. أمال أمال إيه الكلام اللي قاله بيومي ده؟ قال إيه بيومي؟ قال إنك مش راجع تاني. أهو كلام. ما تقعد يا محروس، واقف ليه؟ أمي زمانها جاية، دي حتى هتفرح قوي لما تشوفك. أمك وشها بيتعكر لما تشوفني. حميدة، ليه عملتي كده؟ أنا عملت حاجة يا محروس؟ عملت كتير يا حميدة. خليتيني أسيب شغلي وأكل عيشي. غرستيني في الطين. خليتيني أقتل المعلم عباس في دوت الحارة. وأكتر من كده خليتيني أفتكر إني الراجل الوحيد في حياتك، وإنك ما حبيتيش ولا هتحب حد غيري. وبعد كده خنتيني ومع مين؟ مع صاحبي. خنتيني يا حبيبي. يا ام حميده اروح انت يا حموده، مراتك محتاجانك وانت غلبان وحداني. مش ممكن، لازم اوصلك لغايه البيت. ام حميده، نسمي الواد ايه اللي ربنا رزقنا بيه؟ انت اللي لازم تختار الاسم. عتريس، سميها عتريس. على بركه الله. يلا. حميدة تكون راحت عليها نومة يا أم حميدة. نمت عليها حيطة. انت يا بت يا معشوفة الرقبة. الباب. ايه يا ام حميده؟ يا اخويا البنت مش عارفه جوه حصل لها ايه؟ ايدك معايا. خش يا رب. استر يا رب يا رب. يا حبيبتي يا سيدتي حميده، يا لهوي يا ملعب المحترم المحترم يا بيومي يا حبيبتي يا بيومي. محروس قوم نام جوه، قوم للبرد يلحسك. قوم.
في ايه يا بيه؟ مش عارف ايه يا بيومي؟ احنا معانا اذن من النيابه بالتفتيش. فتش الوضع. افهم ايه اللي حصل بس يا سعاده البيه؟ فلوس مين دي يا بيومي؟ دي أمانة عندي يا سعادة البيه. هاتوه. لو في الحارة في توة ما كانتش حميدة ماتت. القانون في توة خايب. الواد بيومي عرت الناس ما عملش اعتبار لفتوة الحكومة. يا خسارة يا خسارة. فين أيامك يا ميمون؟ هتفضلوا تلفوا لحد ما تموتوا. كلنا بنلف وأنا كمان بلف معاك. هنفضل نلف سوا لحد ما نموت. كل حصان يتعب منكم يقول لي عشان أخليه ياخد راحة. لكن أنا هفضل ألف وأدور. ألف وأدور معاكو. ألف وأدور معاكو. ألف وأدور. ما قتلتهاش. ثلاثة بالله العظيم ما قتلتها. الفلوس دي وصلتك إزاي؟ أنا وهي كنا بنحب بعض واتفقنا على الجواز واديتني الفلوس علشان أشيلهم عندي. ليلة امبارح بس طلبتهم مني. يا بيه حميد الله يرحمها كانت بتحب محروس والحته كلها عارفه ان بيومي صاحب محروس وهي لا كانت لا بتحبه ولا على بالها خالص. مين محروس ده؟ ده لا مؤاخذه كان صابع عندي. اه هو فين محروس ده؟ ده الله اعلم بيه. بيقول انه عباس قيلة طرده من الحاره واللي كان يعرف طريقه هو بيومي بس. انا بيه لما رحت انادي الست انشراح عشان تساعد الوليه مراتي في الولاده كان الواد بيومي هناك. دي كانت عيني لا تعرف حب ولا دياب. طيب بيومي كان موجود عندكم في البيت بيعمل ايه؟ قال ايه جايب لها اخبار من محروس اتاريه كان ناوي على نية سودة. على نية سودة في المحروس يا بيومي؟ في البر التاني. من فضلك عندكم حد هنا اسمه محروس الون؟ ايوه بيه هو اللي شغال ده يلزم خدمه. شيك هو كان شغال امبارح؟ ايوه بيه كان شغال. شيك لحد امتى؟ لحد اخر النهار. شيك وبالليل؟ طول الليل هنا. انت متاكد؟ ايوه متاكد انا شايفه بعينيا دول نايم بالليل. ليه يا بيه هو عمل حاجه؟ على كلامك ده يبقى ما عملش حاجه. شي شي انت محروس الوين؟ يس قدامك يا سعاده البيه. تعرف حميده بساريه؟ ايه اللي اعرفها بيه؟ اديني شقيان علشانها. الباقيه في حياتك. مش معقول يا سعاده البيه حميدة اتقتلت. اتقتلت؟ مين اللي قتلها؟ لسه التحقيق شغال. حضر نفسك عشان تيجي معانا. سامحني يا محروس. انا خنت العيش والملح. قتلتها ليه يا بيومي؟ لا ما قتلتهاش. صدقني يا محروس ما قتلتهاش. تبقى ما خنتش العيش والملح برضو سامحنا يا محروس. يلا 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 محروس. مين كان بيحب حميده؟
انت ولا بيومي زميلك وصاحبك؟ ولزومه ايه السؤال ده؟ عشان مصلحة التحقيق. اذا كان عشان مصلحة التحقيق اقول لسعادتك الحارة كلها كانت بتحب حميدة. طيب يا محروس، مين كان بيحبها اكتر واحد؟ اللي قتلها. تقصد بيومي؟ الله اعلم. طيب يا محروس، تقدر تروح تشوف حالك، انت مفيش فايدة منك للتحقيق ابدا. مع السلامة. خسر عليه، اتقتل مع حميدة. مسكين، خسر حبيبته وصاحبه في يوم واحد. ربنا يستر علينا من صحابنا ومن أهالينا. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم بيومي بخيت عبد الله بالإعدام شنقاً. بريء، مظلوم، مش أنا اللي قتلت حميدة. قولي لي، حميدة فين يا ست؟ ربنا يرحمك زي ما رحمها. بيومي راح فين؟ ما انت عارف يا محروس. بقولك بيومي راح فين؟ تعال يا محروس، عيب يا ابني تعمل في نفسك كده. رد عليا يا ابني. بيومي خد اعدام. كل واحد بياخد نصيبه يا محروس. ما تعرفش شنقوه ولا لسه؟ العلم عند الله. تعال يا ابني. لا لا يا معلم، انا رايح مشوار. رايح فين؟ رايح لحميده وبيومي. قلت فيا رب.